أهلا بكم من جديد. استمرارا لمسلسل ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية وفي أحدث حلقات رفع الدعم عن المنتجات البترولية في مصر، قررت الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بنسبة تتراوح ما بين 1/3 إلى 75% اعتبارا من بداية شهر أغسطس المقبل. وقد حددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من 0 حتى 30 مترا مكعبا، ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب بدلا من 100 قرش سابقا، فيما ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد على 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا إلى 250 قرشا للمتر المكعب بدلا من 175 قرش. أما الشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد على 60 مترا مكعبا فارتفع سعر المتر إلى 300 قرش للمتر المكعب بدلا من 225 قرشا. وكانت الحكومة المصرية قد قررت في منتصف شهر يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17% إلى 67%. وللحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو السيد مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة العرب الجديد. أهلا بك أستاذ مصطفى. كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من القاهرة الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم. سيد علاء أرحب بك معنا، وأبدأ معك سيد علاء في نقطة كثيرا ما تتحدث وتعلن الحكومة المصرية على أنها على وشك الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، يعني وهناك كان ظهر واحد من أكبر حقول الغاز في العالم تم اكتشافه، وهناك اكتشاف آخر كانوا أعلنوا عنه. إذن ما الذي يدفع الحكومة المصرية وهي عندها الغاز أن ترفع الغاز على بسطاء الناس أو على يعني غاز المنازل؟ سيد علاء، يا سيد الفاضل، من تكلفة استخراج الغاز كبيرة جدا جدا، والحكومة محتاجة أنها تتكلم بشفافية في هذا العمل. تكلفة استخراج الغاز حتى الآن مدفوع أكثر من 12 مليار دولار، من تكلفة استخراج الغاز في حد الأدنى من 3 إلى 4 دولار بالنسبة لمليون وحدة اللي هي بتعادل حوالي 28 متر مكعب. فهي الحكومة يبدو أن هي محتاجة أن هي تكون رشيدة في كلامها، رشيدة في توقعاتها، رشيدة في ده، لكن في الحقيقة أن تحريك سعر الغاز الطبيعي النهاردة الناس اتصدمت بيه، ورغم أن كان الناس بتظن أن مجرد في وجود غاز طبيعي وحقل ضخم ده يعني ان الغاز هيكون مجاني. يا سيد علاء، قبل اكتشاف حقل ظهر كان الناس بتوصل لها الفاتوره في البيت بخمسة جنيه وسبعة جنيه وعشرة جنيه للغاز، ده كان قبل الاكتشافات التي حدثت مؤخرا. جهل بالنسبه للحكومات السابقه في التكليف، بالنسبه ان يكون في دعم كبير جدا جدا بدون الناس تكون الامور دي حالها، لان يا سيد الفاضل الامر ان المليون واحده المليون واحدة الآن سعرها في منطقة 12 مليون حدود 12 طيب. دولار و 12 دولار بيعني ان المتر المكعب في هذه الحالة في حوالي من 6 إلى 7 جنيه، كانت الحكومة بتبيعه بجنيه، وإن كانت الحكومة الهدف بالنسبة لها يعني كل الحكومات السابقة كانت جاهلة وهذه الحكومة واعية. طيب على أي حال، بما أننا نتحدث عن حكومة واعية، لماذا لم ترفع هذه الحكومة الواعية الأسعار فيما يخص المصانع، القطاعات الكثيفة الاستخدام للطاقة للغاز، مصانع الحديد وغيره وغيره؟ ليه رفعت على بسطاء الناس؟ يعني لابد ان يكون في رفع لكل الاطراف، وان تحريك سعر المحروقات، لان في الان انبوبه الغاز سعرها الرسمي 50 جنيه وسعرها غير الرسمي وصل الى 75 جنيه. يا سيد الفاضل، الامر مرتبط نفس الشيء، ان الغاز الطبيعي تكلفته غاليه جدا جدا اذا كان بعد فتره. لا يا سيد علاء، انت لم ترد على سؤالي. انا سؤالي كان واضح، لماذا بدات الحكومه برفع اسعار الغاز على المنازل ولم تبدا برفعه على القطاعات كثيفه الطاقه والمصانع؟ هذا الاسبوع سيتم الرفع على الجميع. سيد الفاضل، هذه الحكومه ليس لديها اي رحمه لاي قلب، فاطمن هيتم رفع بالنسبه للمصانع كثيفه الصناعه والمصانع قليله الصناعه وكل شيء، انما الحكومه بتاخدها على مراحل. ابتدى الموضوع بزياده انبوبه الغاز، بس احنا مش شايفين يا سيد علاء، هذه الرحمة يبدو أن هي بس ما بتبقاش موجودة على البسطاء. يعني هم رفعوا أنبوبة الغاز بتاعة الغلابة، والنهاردة بيرفعوا الفاتورة على الناس اللي عندهم غاز. ليه ما بدأوش؟ ليه الأولوية ما يبدأش بالكبير، بالغني، بالمصانع؟ سيد الفاضل،
رفعوا سعر انبوبه الغاز بالنسبه للاستعمال التجاري شان سعر المنزلي، ونفس الشيء بالنسبه لسعر الغاز الطبيعي سيتم رفعه بالنسبه على مرحلتين، المرحله الاولى بالنسبه للاستعمال المنزلي ثم المرحله طيب الثانيه. طيب ابقى معي يا سيد علي بالنسبه للمصانع. استاذ مصطفى، اذا سيد علاء بيقول ببساطة هيبتدوا يرفعوا، طبعا صحيح معلومة أنه لم يرفع أي أسعار على المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة ولا للغاز، لم يرفع، وعندما لمحت الحكومة بزيادة الأسعار للصناعات الكثيفة الطاقة انتفض أحمد عز ومصانع الحديد والسيراميك والأسمدة والتي تحقق على فكرة بالمناسبة عشرات المليارات من الجنيهات، وهي أرباح، وهي المستخدم الأول للغاز، يعني بمعنى استهلاك المصانع، استهلاك المنازل والقصص التجارية والحاجات دي هيمثله ممكن 10% 20% بالكتير، لكن 80% بتاخدها خمس قطاعات أساسية. عفوا يعني استهلاك المنازل الصناعي أعلى بكتير، أعلى بكتير من استخدام المنازل للغاز، وبالتالي طبعا يعني أنت عندك خمس قطاعات هي المستهلك الأكبر للغاز في مصر، اللي هي الحديد والصلب، عندك الأسمدة، عندك الأسمنت، عندك السيراميك، عندك الألموني. طيب هذه الصناعات إما في أيدي رجال كبار رجال الأعمال المليارديرات أو في أيدي الأجانب. طيب المفروض أنك أنت ترفع على الذين يحققون مليارات الجنيهات وأرباح مضمونة، لأنه هو في النهاية بيشتغل دلوقتي على العاصمة الإدارية الجديدة، بيورد لها كل حاجة، أسمدة وأسمنت بتشتغل ما شاء الله، عشان كده رغم الركود اللي في السوق العقارات الأسعار، ما أسعار الحديد بترتفع، الأسعار الأسمنت بترتفع، لأن في مشروع ضخم جدا. طيب أنا أرفع لصغار الناس ولا الكبار؟ دي نقطة. النقطة الثانية، لو أنت بصيت للشرايح دي، الشريحة الأولى بتاعت الفقراء ومحدود الدخل اللي هي 30 من صفر ل 30 دي اللي هي بتمثل الشريحة الأكبر، أنت ترفعها 75% بتكرر نفس ما حدث في شرايح كهرباء، رفعها الكهرباء من جنيه لجنيه 75% زيادة. الكهرباء على الشريحة الفقيرة اترفعت حوالي 66%، في حين باقي الشرايح بتترفع أقل، وبالتالي أنت برضو أنت بترفع شعار أن أنا بدعم الفقراء، ان انا بحنو على الفقراء، ان انا، لكن ساعه التوقيع او اختبار الفعلي لا، انت بتعاقبهم، انت اكبر زيادات بتحصل دلوقتي على الطبقه المحدوده، مش بقول لك الطبقه المتوسطه، انت سبت رجال الاعمال، ثم الطبقه الغنيه حتى في الزيادات هتلاقيها 33%، الفقراء في الكهرباء 66%، في طيب. الغاز 75%. ما تنساش تاني ان انبوبه الغاز، الانبوبه الاسطوانه وصلت ل 50 من 30 ل 5، وبعدين وهي بتتباع اكتر من كده طبعا، وريت اصلا تقف عن كده، عندك في السوق السوداء بتتباع ب 75 جنيه. استاذ علاء، لعل النقطه اللي اشار اليها الاستاذ مصطفى مهمه، قبل ان اطرح سؤالي اناوه مشاهدينا الكرام للتواصل معنا في هذه القضيه، لمن يريد ان يتواصل معنا على الارقام التي ظهرت الان على شاشتنا، والقرار برفع اسعار الغاز للمنازل، يعني الاسعار ارتفعت الى نسب وصلت ل 75%. سيد علاء، يعني فعلا هنا في نقطة مهمة، يعني هو في الآخر الشريحة الأكبر، بسطاء الناس هم اللي بيستخدموا الشريحة الأولى من 30 من 0 ل 30، اترفع 75% عليهم، في حين مثلا إن الشريحة الثالثة اترفع عليها 33%. مرة تانية يبدو إن القرار وكأنه يأتي على فقراء وبسطاء الناس. يا سيد علاء، هل لك تعليل في هذا السياق؟ التوافق ظلم عدل، هو الامر ان دلوقتي الان اصبح سعر الانبوبه اقصدي 50 جنيه سعر الرسم، وسعر غير الرسم كما ذكر الاستاذ مصطفى يصل الى 75 جنيه، وده رقم حقيقي يعني. فالان دلوقتي بالنسبه للاستعمال، يعني ايه الفرق بين ان المواطن اللي بيستعمل غاز طبيعي هيدفع هذه الكميه 25 جنيه، بس زميله الفقير الاخر بيدفع 50 جنيه، فالان دلوقتي اصبح ان الحد الادنى انت كنت بتدفع 50 جنيه اللي هو ما يوازي انبوبه بوتاجاز. وبالنسبه للشرائح اللي بعد كده في الحقيقه قليل من المنازل اللي بتصل مثل هذه الشرائح، لكن هي محاوله من الحكومه لضبط ايقاع الدعم، والامر فاصل اؤكد لازم لذلك الامر كثيرا، ان الامر فاصل لكل صناعات كثيفه الطاقه، لان يا سيدي الفاضل المليون وحده
بتتباع الان في حدود من 11 الى 12 دولار، وان هذا الامر لن تستطيع الحكومه. يا سيد علاء، انا اكتشفت يعني للاسف يعني على الهواء ان السيد مصطفى بيقول لي ان الاكثر استخداما للطاقه وللغاز في مصر هي المصانع وهي القطاعات الصناعيه، وغريب جدا ان 80% بيستخدم من الغاز فنبتعد عنه وما نرفعش اسعاره ونبدا برفع اسعار ال 20% اللي جزء كبير منها خاص بالناس البسطاء. الحكومه مجبره حسب اتفاقها مع قانون مع تقولك الدوله مجبره على رفع الدعم بالنسبه للطاقه خاصه بالنسبه لكبار المنتجين، لان هم دول الارقام المهمه، وان كل اللي بتعمله الحكومه تحريك 75% في سعر الغاز او ده بيمثل نسبه صغيره نسبه الاستعمال المنزلي. لكن من الشيء الجيد في مصر الاستعمال الاكبر للغاز الطبيعي بيستعمل الان في الصناعه. ايوه، ولذلك كان يجب ان تبدا بهؤلاء بهذه القطاعات، يعني تعطي مثال ان احنا بناخد من الجميع. طيب يا سيد الفاضل، ليس لدى الحكومه اي اختيار، انما هو قرار وقع. انا مش شايف غير اختيارات، او كلنا مش شايفين غير اختيارات على حساب الفقير، لكن شكرا جزيلا. يا سيد الفاضل، الامر هو الامر يا سيد الفاضل، رفع الغاز بالنسبه للانبوبه من حوالي شهر. ما هي الانبوبه دي بتاعت الفقير ايضا يا سيد علاء، مش بتاعت الغني والله. ليس لديها اختيار، الحكومه ليس لديها اختيار وليس لديها طرف الاختيار ان هي تدلع كبار المنتجين، هي بالامر رغم انفها ستزيد اسعار الغاز الطبيعي لكبار المستثمرين، لان ليس لديها نقود. شكرا جزيلا سيد علاء عبد الحليم خبير الاقتصادي، كنت معي عبر الهاتف من القاهره. معي او اتصال هاتفي من قبل الساده المشاهدين، استاذ اسماعيل من القاهره. تفضل يا استاذ اسماعيل. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا النهارده الزيادات اللي هي بتمر بينا دهية اصبحت زيادات متتاليه وبتمس الفقير فقط لا غير، الطبقه الكادحه، لكن ما بتمسش الطبقات العليا. يعني النهارده المصانع تزيد عليها 33% اللي هي اصلا بتستهلك الغاز دهوت عشان تدخل دخل وبتكسب منه. طب الاولى ان هو يزود الفئه اللي هي ال 20% دي، هتغطي له جزء من مديونياته اللي هو دايلنا بيها من القرض اللي هو خده. لكن النهارده انا اتحمل مصاريف زياده في البترول على السيارات، اركب عربيه الاقي الاجره زادت، اركب مترو الاقي الاجره زادت، اروح استهلك بوتاجاز الاقي سعر الغاز زاد، سعر الانبوبه زاد. طب انا هستهلك ايه؟ انا كمواطن اعيش ازاي؟ لو انا دخلي 2500 جنيه انا ازاي اتعايش في وسط هذه الزياده الرهيبه؟ والاسعار يعني اصبحت كمان فظيعه. فالنهارده انا زياده في كل شيء، وانا يعني انت عايز تحاسبني على الدخل العالمي، طب انا ما بتحصلش على جزء ولا قليل القليل حتى من الدخل العالمي، انا بتحصل على لا شيء، انا بتحصل على 150 دولار وانت عايز تحاسبني على اللي بيتحصل بره في الدول الخارجيه على ال 20,000 دولار وال 30,000 دولار، وتحاسبني نفس السعر اللي هو بتاعه. نعم، وضحت الفكرة أستاذ إسماعيل، كنت معي من القاهرة، ومعي الست الحاجة فوزية من الإسكندرية. أستاذة فوزية أهلا بك معنا، تفضلي برأيك حول ارتفاع أسعار. أحيي حضرتك يا أستاذ أحمد وأحيي ضيفة الكرام. والله يا أستاذ أحمد إحنا في معاناة بلا حدود فعلا، فعلا ملناش بواكي، يعني إحنا الشعب ملوش بواكي دلوقتي. إحنا هنلاقي على إيه بقى الغلاء ده؟ الكهرباء، المية، الغاز، الغذاء، العلاج، الدواء، المدارس. ما تنساش بقى حضرتك إن في حاجة مهمة جدا بالنسبة للغاز الطبيعي، إن إحنا دفعنا من حوالي 7 سنين أنا دفعت ما يقرب من 5000 جنيه تكاليف دخول الغاز الطبيعي. طب ازاي عشان الانبوب بتاع البوتاجاز يرتفع سعره، ازاي انا كمان ارفع سعر اللي دفع 5000 جنيه مثلا تركيبات، ازاي ارفع عليه بقى وما يهمنيش انا مثلا يعني اقارن بالانبوب؟ لا دي حاجه حضرتك معايا الاول؟ مع حضرتك فندم، سامع كويس، اتفضلي. ازاي بقى حضرتك انا ادفع 5000 جنيه تكاليف التركيبات والاخر يترفع عليا كمان السعر؟ دي بقى فعلا انا مش شايفه كل ده الا والله محاوله لقهر المصري، قهر بقى مش معقول. يعني هو حكايه قهر، مش حكايه يعني ان الدوله مش قادره ولا مش قادره تديك ولا الحاجات دي. حاجه فوزيه، انت حضرتك بتدفعي كام دلوقتي في على فاتوره الغاز؟ يعني بيجي لك متوسطه كام في الشهر او 3 شهور حسب ما بتيجي؟ يعني دلوقتي بقت حوالي دلوقتي 40 50 جنيه بقى في لما يكون حد لوحده خالص.
ده قبل ده لسه قبل الزيادة. انا بقالي فعلا فترة ما دفعتش، كمان دلوقتي بقالها كتير جدا، كانت 50 جنيه مثلا، 40 50 جنيه، دلوقتي بقت مرتين زادت دلوقتي، يا ترى هتوصل لكام؟ كان طب احنا امال كنا دافعين التركيبات ليه؟ التركيبات اللي هي ال 5000 جنيه دي ليه؟ ايوه. شكرا جزيلا الحاجة فوزية، كنت معنا من اسكندرية، ومعنا من القاهرة السيدة أم عصام، اتفضلي أم عصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بإذن حضرتك بس اسمح لي 30 ثانية بقدم تحية من شعب مصر المحتل، من الشعوب العربية المحتلة، إلى فلسطين الحرة الأبدية، إلى غزة العزة، بقول لهم ثبتكم الله، حفظكم الله، أواكم الله، تقبل الله شهداءكم، دعوى الله جرحاكم، وأكثر من أمثالكم، وأنتم على الحق مرابطون، ونحن لكم داعون في كل وقت وفي كل دين. حضرتك ما يحدث في فلسطين لا يتجزأ ولا ينفصل عن ما يحدث في مصر من امداد الغاز، بعد ما كنا بنصدره لإسرائيل بتراب الفلوس، احنا دلوقتي بنستورده من إسرائيل ب6 و7 دولار، بعد ما الدولار بقى ب20 جنيه، ب18 جنيه، ب20 جنيه، دلوقتي بالسوق السوداء. دلوقتي حضرتك هم ما زالوا يتبعون جوع كلبك يا بعض، وهفضل اقول ان هو الشعب ده والراجل ده جاي في الوقت ده لتجويع شعب مصر وتموت شعب مصر وتهجير شعب مصر وتمهيد الارض لحكم اليهود. اللي مش عاوز يصدقني ما يصدقش، بس هي دي الحقيقه. العاصمه الاداريه الجديده اللي بتشرب ميه النيل، العاصمه الاداريه الجديده بتاخد الغاز والبترول وبياخد الجاز وبياخد كل حاجه، العاصمه الاداريه الجديده اللي هي تعتبر مكان وملاذ لحراميه البلد. الشعب المصري بيموت، الشعب شكرا. المصري انا عايشه لوحدي، بدفع 43 جنيه غاز، ما بستعملش البوتاجاز غير مرتين في الاسبوع، بطبخ مرتين في الاسبوع، وبدفع 43 جنيه غاز لوحدي. عايزين ايه من شعب بيموت كل يوم؟ في المستشفيات بيموت، في المدارس بيموت، هنعمل ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا سيدة أم عصام، كنت معنا من القاهرة. عودة لضيف الاستوديو أستاذ مصطفى عبد السلام، كانت هناك بعض النقاط التي تريد توضيحها فيما يخص كلام السيد علاء عبد الحليم. الأستاذ علاء قال حاجة في منتهى الخطورة، يعني كأنه بيقولها لأول مرة، إنه بيقول لك صندوق النقد الدولي بيضغط على الحكومة عشان يرفع الأسعار على الفقراء والمواطنين. طيب السؤال، صندوق النقد الدولي بيرفع، ما بيضغطش على الحكومة إنها ترفع الغاز للمصانع، إنها تفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والبورصة اللي بتتراجع عنها، إنها ترفع الضرائب على طبقة رجال الأعمال؟ لا، سياسات صندوق النقد الدولي الإجرامية إن هي بتستهدف المواطن بشكل سريع، وفي النهاية الصندوق لا يهمه ولا مواطن ولا أي حاجة، يهمه في النهاية إنك أنت تكون فلوس عشان تسدد له ال 12 مليار. طيب السؤال دلوقتي استاذ احمد، انت صندوق النقد الدولي عمل فيه كل ده وانت خدت منه 8 مليار، احنا عندنا 4 مليار تانيين في بعثه هتيجي في شهر نوفمبر الجاي هيستتبعها زيادات اسعار تانيه، وبالتالي لا، يعني المساله انت كل ما بتاخد 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بتكوي المصريين بالاسعار، في حين انك انت لو نشطت على سبيل المثال قطاع السياحه اللي احنا بنقول انك انت ممكن تنشطه، ممكن تجيب منه 12 مليار دولار، لا يعني القطاع. طيب هو السؤال، متى سيتوقف قطار رفع الأسعار؟ لن يتوقف طالما أنك تخضع لإملاءات شروط صندوق النقد وكبار المقرضين وكبار المانحين الدوليين، لن يتوقف. لن يتوقف. إذن يبدو أن النقاش أيضا بعد ذلك سيطول وسيتكرر. لا، انتظر تذاكر القطارات قادمة، انتظر زيادات في السجائر، انتظر زيادات أخرى، وبالتالي وعندما تأتي بعثة صندوق النقد الدولي في نوفمبر سيتبعها زيادات سواء في المترو، في القطارات، في الأسعار وهكذا. لا، يعني في زيادات أخرى حتى في الوقود نفسه. صحيح. أستاذ مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة العرب الجديد، أشكرك شكرا جزيلا.